هلا جاي مستفين كتير ساعات عن جد كتير، وأكيد جاك الله يرحمه أنا هلا حاسة حالي روز عن جد، وبشكر كتير هادي لأنه الرقصة كانت كتير حلوة وأداء الغني استمتعت فيه كتير، وأنا أصلاً بحب تايتانيك والفيلم الموفي وكلهم ليوناردو دي كابريو كمان. لأنه لأول مرة عن جد بغني لسيلين ديون تايتانيك عن جد، بس حلو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالغنية. أنا كتير مبسوطة إني اليوم رح غني غنيتين كتير حلوين، ألقاني بعد يومين وساعات ساعات لصبوحة، مع إنه يعني ضيق الوقت وهيك يعني ما بيدينا فرصة إنه نحفظ كتير منيح ونأدي مثل قبل، بس يعني الحمد لله عم نعمل جهدنا كلنا مع بعض. غنيت هلا ساعات ساعات، وبعد شوي رح اطلع غني ألقاني بعد يومين ان شاء الله يا رب ما خلبط في الكلام. كمان يعني الضيوف اللي موجودين معنا النهارده يعني مدين جو حلو قوي للحلقه. معنا الاستاذه هلا فاخر واستاذ سمير غانم، الحلقه كلها ضحك في ضحك طبعا، وان شاء الله خير يا رب يعدي الحلقه دي على خير. طبعاً التسعينات متأهلة ومستمرة موجودة معنا لحد دلوقتي، وإن شاء الله إحنا نكسب النهاردة كمان وتكمل معنا التسعينات. طمطم وفطوطة منورنا طبعاً أستاذ سمير غانم والفنانة الجميلة هالة فاخر، وأنا مبسوطة جداً بوجودهم معنا النهاردة. شوفت لعب طمطم عشرة جداً كثيراً وفطوطة. أيوة. طبعاً النهاردة يوم مميز جداً، كلنا بنغني أغاني جديدة علينا. أنا أول مرة أغني حاجة من فوازير للفنانة الجميلة نيلي، وأتمنى أكون أديتها كويس، ودي أول مرة في الحقيقة بغنيها برضو، وزي ما وعدتكم أن أنا دايماً هسمعكم كل حاجة جديدة في البرنامج ده. أجمل سنين عمرنا.